إلى دخل المرزم فمل المحزم، هكذا يقول أهالينا رحمهم الله في أشجاعهم المناخية والتي استحلبوها من واقع تجربتهم الحياتية، فهي كناية على بداية موسم الجد والاجتهاد في جني ثمرة النخيل السنوية. والظروف المناخية القاسية جعلت الإنسان العربي جاداً في حياتها المعاشية والحياتية، فهو عاصب لرأسه بالعقال وبالعمامة وخصره بالمحزم وجنبيته، فأصبحت رمزاً لجديته. والمحزم هو ما يربطه الرجل على خاصرته، وش أملاه؟ أملاه تمر، فهو أمارة وعلامة على بداية موسم خراف جميع أنواع النخيل، ويعتبر موسم المرزم من المواسم القيضية، فهو النجم الخامس من نجوم القيض السبعة: الثريا، الدبران، الجوز الأول، الجوز الثاني، المرزم، التليبين، وأول موسم إسهيل. فهذه هي نجوم القيض السبعة. والمرزم مدته 13 يوماً، ويسميه العرب القدماء بالشعرة، وهو النجم الأوحد الذي ذكر اسمه صريحاً في القرآن الكريم، وأنه هو رب الشعرة. ومع دخول موسم المرزم تزداد الرطوبة على السواحل، ويزداد عصف الريح على المناطق الجنوبية خاصة التهامية السعودية اليمنية، فتنشر الغبار بما يسمى بموسم الغبيرة. ومع دخول موسم المرزم يزداد حمو باطن الأرض، فتخرج الثعابين فتقذف السم من داخل أجسادها من شدة الحر. ويوم من الشعرى يذوب ليابه، أفاعيه من رمضائه تتململ.